مرحبا حبايب قلبي. طبعا هذا الفيديو كلش مهم، اكثر الناس تحب توكل الافراخ او الطيور الموجودة عندها، سواء كل انواع الطيور، يعني مو فقط بس الباجي او غيره، كل انواع الطيور اللي تحب تغذيها وتكون اليفة وتتعلم وتطير داخل البيت او داخل الغرفة، وحتى واذا طلع خارج البيت يقدر ياخذه وياه ويطيره مكان مثلا يكون، يعني بصورة عامة يكون أليف. فلهذا السبب البعض ما متعود أو ما عنده خبرة لحتى يعود الطيور أو يربيها ويوكلها الطريقة اللي هو شايفها مناسبة، وبدون ما يأذي الطير أو الفرخ، وبدون ما يصير عنده أي مشاكل. أكثر الناس تصير عندها مشاكل، ومرات يقولوا لي أنا مات عندي، وأنا وصارت وياي بعت طير لوحدة وإجت قالت أنا عندي خبرة، وأنا 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 وأنا، وبعدين للأسف مات ورا فترة، قالت لي مات الطير، رجعت اشترت الثاني ورجعت همنا ورا تقريبا أسبوع زمان، قالت لي ها شو هذا، بلش الريش مالته ينفخ وبلش ما ادري شنو، ما ياكل وما يتحرك وما ادري شنو، واكله يزوع. السبب تعرفون شنو هو؟ شلون ثاني واحد مات، واجت اخذت الثالث وقلت لها هذا الثالث مني الك هدية، وانا طيوري كلها بصورة عامة نظيفة وما بيها مشاكل. بس المشكلة وين؟ مشكلة بالتغذية. ما تعرف لما تقول عندي خبرة لازم يكون قد الكلمة اللي هي تقولها أو هو اللي يقولها. بس ليش أقول لكم؟ دائما اخذوا قاعدة، الطيور مو سهلة تربايتها يدوية، أكو طريقتين تقدر، أكو طريقة واحدة تقدر تغذيه عن طريق المعلقة اللي هي الخاشوقة، هاي المعلقة اللي انتو شايفينها مثل ما انتو شايفينها هاي، بس هاي بلاستيك، تقدر تسوي وحدة انت نفس هاي اللي هي حديد. الرأس، هذا الرأس اللي انت شايفه، شوية دقوب الشاكوش ينعوج يصير على شكل، يعني حاول انك تسوي نفس هذا الشيء، ماشي؟ نفس هاي الطريقة، بس مجرد تعوج الرأس هاي شغلة. ورا ما تخلص الأكل يكون هو، احنا انا عندي اياه هذا البودرة، يعني هسه اشوف لكم اياه، اصور لكم اياه، خلينا اصور لكم اياه حتى تشوفونه. هذا هو، شوفوا الأكل، بس اتركه شوية الأكل الثخين كله يصفى جوا. هذا البودر اللي انا استعمله، حاطة البودر هذا هو الغذائي لجميع انواع الطيور، شوفونه هذا هو كل انواع الطيور. هذا تقدر تشتري بكل مكان، كل محلات الطيور، ما لقيته تقدر تسوي اوردر من امازون، تكتب فود هاند فود، هاند فود يعني شلون اقول لك اياها، تقدر اللي تغذي عن طريق اليدوي، تغذيه يدويه. فهذا شو تسوي؟ انا هاي القصبه شوفوا شلون اذا اخليه صار هيجي. فشو تسوي انت بالحاله؟ تقدر تسويها هذا، وهاي السرنج هاي اذا تريد تستعمل هاي، انا استعمل هاي الصراحه لان عندي خبره وعندي، فلهذا السبب استعمل هاي القصبه اللي بيها، وتقدر تستعمل اكو اصغر منها من نفس الشيء. ف شو تسوي اخوان؟ الطريقه اللي هي قلت لكم بدون ما تاذي الطيور، بدون ما يصير عندها اي مشاكل، لازم تعرف شو تسوي. اوكي خلينا اوضح لكم شغله، انا ما استعمل هاي قلت لكم اياها، تقدر تسوي هاي وفقط مجرد بس تخليها هيجي مرتين ثلاثه تجوحهم، الطيور تاكل اوتوماتيكيا، تاكل الطيور، بس المي يجعل حليقها شوي شوي، تقوم تفتح حليقها وتاكل عادي.
هاي بس تجوحها فترة، هاي شغلة. أنا ما استعمل هاي، أنا استعمل هاي الطريقة مالتي الخاصة. شنو هو الخطورة بهاي الشي؟ أكثر الناس تفكر إنه بس هو المصران واحد اللي هو اللي تتغذى منه فقط، هو مجرد فوتت هذا بالحلق ونزلت هنا خلص إنه هذا هو. لا، البعض منهم شي يفكر إنه هاي إذا فوتها داخل الفم الطير ونزلها بعد زايد وعصرها ونزلت هذا، فكر إنه خلص هذا هو تغذى هذا الطير. أكو هنا داخل هاي الحنجرة أكو اثنين، هسه خلينا نشوفكم هذا الأصغر واحد. هاي الحنجرة يشوفون الحنجرة مالته بها اثنين، بها قصبتين، قصبة واحدة هي مال تنفس اللي هو تنفس اللي تتنفس منه هاي الشغلة، الثاني هو مال غذاء اللي هو الحوصلة مالته اللي تنفخ تصير مليانة أكل. فهمت شلون؟ هسه راح اشوف لكم شلون تتاكد انه فاتت بمكان الصحيح وشلون تتاكد انه فاتت بمكان الغلط. عرفت شلون؟ اذا فاتت بمكان الغلط انت ما خسران شيء، تقدر تطلعها بس دير بالك تعصرها، ان عصرتها مره خلص بعد راحت عليك. لازم شو تسوي؟ هي عصره لازم ترجع تسحبها. ليش؟ لانه اذا سحبتها لا تسحب الاكل اللي فرغته، فراح يكون عنده مجال للتنفس وشوي شوي لحد ما هو يطلع الباقي. اما اذا حطيته بكثره راح تخنقه وراح يموت. فحاول انك تستفاد من هذا الشيء بدون ما تاذيه، بدون ما اشوف هاي الحوصله هنا. هسه اشوف لكم اياها، خلوكم اياها هنا راح اشوف لكم شلون تفوت السرنجه بهذا المكان هذا، وشلون تحس بيها مكان الصحيح. اول شيء تفوتها فوق اللسان، فوق اللسان هذا هنا. خلينا نشوف لكم اياها فوق اللسان، نطبقناها فوق اللسان تشوفون هنا هاي، وانا اشوفها هذا مكان هسه الصحيح. تجي شو تسوي؟ شوف على كيف هاي التغذية صارت، هسه صار فول. شفت شلون؟ هسه هذا تغذى، لاحظت شلون؟ هاي الطريقة اللي دائما لازم تنتبهون. أكثر الناس يصير عندها مشاكل، يموت عندها الأفراخ، كل أنواع الطيور مو بس هذا، لأن يعني كل الطيور عندها نفس الشي. حتى ما تأذي الطير. شوف هذا عمره تقريبا أسبوعين، وهاي النتيجة شوفوها. لازم تتعود إن تربي وتنطي أكل بهاي الطريقة، لأنه إذا طبت بغير شريان راح تأذيه، معناه انت طبت بغيرها. فانت تعرف بس تفوت هاي السرنجة تعرف وين طخت هنا، راح تحس بيها انك جد تبين يمك. ماشي، هاي خلينا نحط الثاني. نغذي هذا الثاني واحد، شوفوا الحصن مالته فارغة. هسه راح اشوف لكم شلون. اول شيء قلت لكم من يفتح الحلق فوق اللسان، من فوتناها هاي شوفوها، هاي وين شوفوها، يعني الحاصلة مالتها نفخت
ست هذا هم هنا صار تمام. نرجع نخلط شوية لكل المسحب مرة ثانية بالسرنجة حتى يكون عندنا كل كافي. وهذا الأخ تقريبا قريب على العمر مثل ما قلت لكم، الحوصلة مالته فارغة. هسه راح أشوف لكم أهم شي، هاي قلت لكم فوق اللسان وتاخذ على الصفحة انت وجاي توكله على صفحة اللي تكون عليك، الصفحة اللي تكون عليك. هذا شوفوا هاي، شوفوها هنا، هاي شوفوها، هاي وين ما حسيتها وصلت هنا معناته كل شي تمام. شوفون هاي، هاي الحاسة مالته انتلست، شوفوا ما عنده اي مشاكل. اذا خليه يجي غير هذا محصل ما تنتسك ما بي اي مشاكل. يمكن انت ما تحسون بيها بس انا احس بيها وين السرنجة دخلت. حاول انك تخف يعني، مو تشد قوي على السرنجة وتعصرها قوية تأذيه. هسه الطيور صارت كلها شبعانة وما عاد اي مشاكل. هاي الطريقة اللي حبيت اوضح لكم اياها واشوف لكم اياها بحيث بدون ما تأذي الافراخ ما يصير عندك اي مشاكل. يعني شوف الطريقة اللي انا اسوي لكم اياها، لانه اذا طبت القصبة هاي بمكان الغلط وشوية دفعتها من الاكل، الاكل راح يبس بهذا المكان، لانه هذا المكان يطلع منه فقط التهوية التنفس. فالاكل ايش راح يصير بيه لو ظل بيه شوية روح؟ ايش راح يصير بيه؟ هذا الهواء اللي يفوت ويطلع بهذا القصبة راح شنو ينشف الاكل، والاكل راح ينشف بداخل المعدة، بعدين ايش راح يصير؟ راح ينسد
المكان التنفسي، بعدين راح يموت. اذا ما مات بيوم يومين تلقاه شوي شوي لحد ما ينقطع نفسه ويموت. فهاي الطريقة حبيت اساعدكم بيها، وانصحكم هواية ناس تغلط وتأذيه. اذا اذيته خلص بعد هذا هو بعد ما تقدر تعالجه وتطيبة. واذا الا بنفس الوقت لازم ترجع تفوت السرنجة هاي، اذا قدرت تفوتها بنفس المكان الغلط وتسحب السرنجة حتى تسحب شكو تاخذيه شكو الشي حطيته بهاي المكان التنفسي. ماشي حبايبي، تحياتي لكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسون الاشتراك بالقناة ونشر القناة لحتى تفيدون الناس المبتدئين، الناس اللي ما عندها خبرة ما بيشي. هي مساعدة وفعل واجب خير، يعني لازم واحد يساعد الثاني لحتى نستفاد من هاي الخبرة. تحياتي للجميع.